كل غزالات ديالي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم كاملين يا ربي على خير وبخير وفي احسن الاحوال نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو جديد. كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم بخير ولاد وبنات جميع متتبعات ومتتبعين قناه شانيل فاسيه. غبت عليكم واحد المده، ولكن كما عارفين انا لي فيديو ما كنجيو كنديرهم حتى كتكون شي حاجه اللي مفيده وكنبغي نشاركها ونبارطاجيها مع صحباتي القراب وبعاد، ما كنبغيش نختار بوحده بوحده، ولكن كندير فيديو اللي شافه مرحبا يعني مهتم بداك العنوان ديال داك الفيديو، واللي ما بغاش يعني ما مهتمش بداك الموضوع انا كيف موالفيني ما كنكذبش في لي فيديو ديالي في العناوين، دونك العنوان كيكون طبق الاصل ديال لا فيديو، يعني اللي محتاجو هو اللي كي يدخل. كتشوفوني بالبيجاما في وسط الخدمه اليوم لو ديمونج، جيت غير نقضي شي غرض دغيا دغيا ونولي نرجع للدار، ولكن جاتني وصلتني واحد لا كوموند، كنت دايره لا كوموند هادي واحد 3 جوغ على واحد الحوايج وبغيت نشاركهم معكم، لانهم دايرين دابا ضجه في الانستغرام وضجه في الفيسبوك وبغيت نشاركهم معكم ونوريه لكم. انا دابا غادي نشارك معكم كي كيقولوا الانبوكس وصافي، ولكن مازال ما جربتهم باش نقول لكم شنو كاين. عقلوا على لا فيديو غادي نبداه ان شاء الله لو ديمونج، وفاش تبان النتيجه اكيد غادي نعاود لكم عليها واكيد غادي نقول لكم الحقيقه ديالها. شنو عندنا في هذا هو فيتامين او اللي غني عن التعريف، وخاص تكون عند اي بنت وخصوصا البنت اللي كتطلع على الثلاثينات، امبوسيبل ما يكونش البنات عندهم فيتامين او، سورتو قلت لكم اللي كتطلع على لاج ديال 30 عام ضروري. وخلاص فيتامين سي اللي خصو يكون عند اي بنت وخا تكون عندها 18 عام 16 ضروري من الفيتامين سي. هاد جوج ديال الفيتامين خاص ضروري يكونوا عند البنت وحتى عند الولد اللي مهتم براسو، علاش لا، ولكن البنت ضرورية لاننا كنتعرضوا للشرف وكنتعرضوا للتجاعيد وكنتعرضوا بزاف د العوامل دغيا. ديما سبحان الله الرجال قوامون على النساء، حتى سبحان الله في البشره ديالنا، يعني الا ما اهتميناش كيف مولفين كنقول لكم في لا فيديو يعني ضعنا. هادو خديتهم ب 200 درهم، ولكن ماشي هادو بوحدهم، معاهم هاد كي كيقولوا لهم هاد لي فونتوز، هاد المصاصات ما عرفت شنو اللي كتضربي في اللحم وكتجبدي، يعني كديري الفيتامين ديالك وكتضربي في وجهك وكتطلعي ديما ديما. انا غادي ندير دي ستوري، وهذا الناس اللي كيشوفوني في فيسبوك اللي كيشوفوني في واتساب وانستغرام، يوتيوب مازال ما كنزعمش انني نبان لان اليوتيوب شعبيته اكثر من انستغرام فيسبوك وواتساب، هذوك عندي فيه الناس القرابين ليا، يعني واخا نبين وجهي واخا، المهم مازال ما جات الوقت اللي غنبين لكم وجهي فيه 100%، يعني بارفو كنبان بارفو ما كنبانش كي كيقولوا انا والكانه ديالي، ما عليناش نخليونا في الفيديو ديالنا والموضوع ديالو. قلت لكم كدهنوا هذا او كديروه في شي ان كريم ولا شي حاجه لي ادغاتي وكتخدموا وجهكم. اكيد هذا راه داير ضجه وغادي تعرفوا، هذا ديال الوجه وهذا ديال العين كيكون صغار باش كتصوبوا الجفن اللي تحت العين باش كيحيد السواد اللي تحت العين وكيحيد التجاعيد وداك الزرقيه وبزاف ديال الحوايج. ما تخافوش هانتوما كترجع الحيمه حمراء، ما تخافوا والو لانكم راكم كتخدموا كتجبدوا. هذه راه سميتها الاشراقه للوجه، هاد لاغام اللي وريتكم سميتها الاشراقه للوجه، كتعطي للوجه اشراقه وكتحيد التجاعيد وكتبرز الخدود وكتحيد الكحوله اللي كتكون تحت العينين داك الزرقيه وداك التجاعيد. هي ضراتني امامي في يدي، حاولوا ما تبركوش يعني هكا وكتطلعوا هكا وكتطلعوا الجبهه عاوتاني هكا الجبهه هكا والضاق حتى هو اللي تحت هكا والعنق حتى هو هكا. هانتوما شوفوا كي رجعات حمراء، ما تخافوا والو، كديروا هذه العمليه 10 دقائق وانتوما كتخدموا، ومن بعد كتنعسوا كترتاحوا لاطلي كتغسلوا وجهكم بصابونتكم العاديه وكديروا ليكرون ديالكم العادي. ما كديروهاش هذه ملي كتجيو ديروا الماكياج راه قايبه الماكياج زوين وهذا، لا، باش ما ترجعلكمش بالزروقيه، باغفوا الحموريه تترجع بالزروقيه. عمركم هذه ديما في الليل 10 دقائق قبل ما تنعسوا وحطوها. انا قلت لكم هاد لاغام كامله دايره 200 درهم، نتوما عارفين اني ما كندير لا اشهار لا والو، انا ما عطيتكمش اسم الشركه اللي اللي صيفطات لي ولا اللي عطاتني ولا اللي شريت من عندهم، ما عطيتكم لا اسم لا والو، يعني شريوه نتوما من البلاصه اللي باغيينها.
نحبس واحد لا فيديو شويه، جاي واحد الكليان عندي وفيه الفوضى الفوضى الفوضى. دخل السر هذه فيه الفوضى، خليكم معايا نكمل معكم لا فيديو شويه. عليكم السلام. رجعت لكم الحبيبات ديالي، كيف ما قلت لكم انا غادي نبداها ان شاء الله اليوم الحد، والنتيجه اللي غتعطيني من بعد اون سيمين، من بعد 15 يوم، من بعد شهر، من بعد 3 شهور غنرجع لكم فيديو ونقول لكم شنو هما الفوائد اللي فيها والاضرار اللي فيها كما موعداكم. نخليكم دابا ما نطولش عليكم، كنتمناكم تكونوا ديما على خير وبخير يا ربي. وانتم كتشوفوا لي فيديو ديالي كنشكركم بزاف على لي كومونتير الزوينين ديالكم، خصوصا في سوره البقره، الفيديو ديال سوره البقره وديال لا حول ولا قوه الا بالله، وراه كنقرا لي كومونتير ديالكم. يا ربي يفرج عليكم وعليا وعلى امه سيدنا محمد في القريب يا ربي. راه شتى تبارك الله هابطه وانا تندعي معكم واحد بواحد. الله يخليكم ليا ويطول لي عمركم، واللي عنده شي ديما الله يخليه له، وديما نصبروا ونحتسبوا امرنا الله. ناري كنت دايره لكم واحد الفيديو وكنت معصبه فيه، داكشي علاش ما طلقتو لكمش، ما عجبنيش الحال انكم تشوفوني بداك الاعصاب. وفاش غادي نتهدان اكثر واكثر اكيد نعاود لكم التجربه اللي دازت عليا مؤخرا وشنو وقع لي، باش نتوما تردوا البال، لان هذه هي النقطة المهمة اللي عندي في هاد لاشين، هو ان تعمل الفائدة ونقدر نفيدكم بشي حاجة مع روتينات اليومية كنا كنعرفولها. علي بسلام عليكم. ما تنساوش احباباتي يا صحاباتي داك الصبيع، وما تنساوش احباباتي ابوني. هذه ماما الحبيبات ترغبكم ديروا لي ابوني، انا في الحقيقة عمري ما قلتها لكم ما، ولكن مرحبا بكم كاملين، وباللي يدير جام واللي يدير جام با، مرحبا بكل شيء. امسية سعيدة، نهاركم مبارك مسعود، والسلام عليكم ورحمة الله.